وش بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كيعرف الجميع الماتش كان صعيب شويه، حنا ما نحقروش لادفيرسير حتى هو كاين شي لاعبين يستحقوا يكونوا في بريمير ديفيزيون، مي المهم هو انتصرنا وان شاء الله مازال جاي الخير. يلا راجع من الاصابه 120 دقيقه، كيفاش جريتي الماتش؟ هي كيكون شويه صعوبه ولكن حنا ما عندنا ما نديرو، اللي دخل كيقضي، هذه هي الكوره الحمد لله. عندكم ماتش صعيب، كيفاش كتستعدوا ذهنيا لهذه المقابله؟ حنا بعدا حيدنا علينا المقابله بعدا ديال اليوم، دابا خصنا نفكروا في المقابله اللي جايه ضد الاهلي اللي صعيبه، حنا نوجدوا لها كيف كيقولوا اللي جا بسم الله.